من الرفق بين الخاطبين الرفق في ترتيبات الزواج. لا هو الخطبة لما بيتوافقوا الاثنين بيصير بدهم يحكوا بقى بترتيبات الزواج. شو ترتيبات الزواج؟ يعني انه مثلا قديش المهر، اي لسه ما كتبنا الكتاب بس بيحكوا النساء مع بعضهم البعض او حتى الرجال، وين بدها تسكن، شو المهر، شو مثلا بيسألوا شو عنده هذا الشاب، بيصير هيك يعني اسئله. بأنه صالة تكون ساوى عرس. هلأ من الرفق، لأنه الرفق هو حسن القول ويعني كمان حسن العمل، من الرفق الرفق في ترتيبات الزواج. هلأ أنا ما بمانع كلياتنا، أنا أحب أن تكون ابنتي في بيت في أحسن المناطق، وأن يكون زوجها ثريا، والحفلة في أحسن الأماكن في الدنيا، ويلبسها ذهب أكثر ذهب بالعالم، وبحب لابني كمان بكرة بس يتزوج نفس الطريقة. حب بس ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وهو الشاب يحب اصلا وهي البنت تحب، بس الواقع العملي بيقول انه اذا قدران يلاقي بيت ولو عيره منيح، لو اجار منيح، اذا قدران يلاقي متطلبات الزواج وما صح له يساوي عرس بصاله كمان منيح، اذا قدران يساوي عرس بس يا اخي المهر حيكون بسيط كمان منيح. انا بحب يكون كثير بس ما الواقع العملي، حالة الناس بشكل عام بسيطة. فمن الرفق الرفق في ترتيب الزواج، ترتيبات الزواج. ففي فترة الخطبة يتفق الخاطبان وأهلهما على ترتيبات الزواج من مهر وهدايا وترتيبات عرس وغير ذلك. هلأ المهر أكيد حق للزوجة، وتعارف الناس أن يطلبوا بدلاً لكسوة العروس لبس بدن، بعضهم يحدد أيضاً قيمة الهدايا العينية من ذهب وغيره، وإن كان الأصل في هذا العرف الذي لا يخالف الشرع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي روته السيدة عائشة: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أنا يا أخوان يا شباب والله يا أخوات حضرت عقود لأناس يعني يمكن من الأثرياء المعدودين بالبلاد، مهر البنت كان ليرة ذهبية مقدم وليرة ذهبية مؤخر، هذا الكلام ليس بعيدا. ما بيمنع هلا اذا الشاب، مع انه الشاب يستطيع ان يدفع اكثر بكثير، بس هكذا اراد الاب ابوها وقال انا هكذا اريد لابنتي. فهلا ما يعني اذا انت بالمقابل، انا اتصلت فيني فتاه لتقول بان فلان جاء ليخطبها وعم بيقدم 3 ليرات ذهب، قالت استاذ الله يوفقك انت بتعرفه خليه يقدم لي 50 ليرة ذهب. لا بدي، شو 50 ليرة ذهب؟ شو 50 ليرة ذهب يعني؟ كيف بده يعطيك إذا الرجل قدرته 3 ليرات ذهبية؟ منين بده يجيب لي 50 ليرة ذهب؟ يعني هلأ إذا كان ثري جداً ومعه عفواً الذهب هيك مطبق ماشي الحال، وعنده قدرة يقدم 50 كمان، هو بده يقدم 50، هي يعني المهر، شو تعريف المهر؟ هدية لازمة، هدية لازمة بس يقدمها الرجل لزوجته عند العقد، ما هو بده يقرر. هلا ماشي الحال، انت قلتي بدي 50، بس هو اذا ما عنده قدره غير 3، من غير المنطق تقولي 50، والمتوقع يعني ما يستمر هذا الزواج. انت بتعرفني انسان فقير بسيط يعني كادح بجهدي وعملي، وسامحني يعني كمان تعرف وضع الزواج بالبلاد، وانا جاي خاطب من عنكم وراغب، تجي بتقولي 50 ليرة ذهب؟ في مرات مواقف تشير إلى طريقة التعامل بالحياة، مرات تخالف بعض العائلات النهج النبوي فيثقلون كاهل الخاطب بطلبات لا تنتهي. مثلا العريس عم يشتغل أخي بالخليج، يعني عنده، لا تأخذني بالسويد ما بيطلع شيء هالرقم بنوب، يعني وإذا قاعد بالسويد، يعني مرات بيطلبوا هيك أرقام كبيرة، إنه إيه قاعد بالسويد، إيش هو إذا قاعد بجوز قاعد بالسويد الله يعينه، مات وعاش لحتى استطاع أن يصل إلى هناك. بدنا حفلة بالصالة الفلانية، بنت عمها مو أحسن منا، إذا ما قدرت تخطب بنات الناس ليش فايت هالفوتة؟ يا لطيف، شلون عجيب.